حسن، جئتك اليوم بكلمة العالم كله يئن ويصرخ بسببها، وهي كلمة الهوى. ليه؟ ليه كده؟ لأن كل نيران البشرية المشتعلة المفتعلة التي أودت بالآدمية أهلكتها، والتي حرمت علينا أن نشم رائحة الإنسانية، والتي حولت عالمنا إلى عالم ممجوج نهاره كليل وليله دامس. هذه الكلمة الهوى. الهوى الحق لحكمة عنده لا نعلمها نحن ربطها بالنفس، اسمعها كده: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ليه ما قالش ونهى الروح؟ آه ليه؟ ليه؟ لأن الروح من عالم النور، من عالم الأمر، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ولذلك ليس للروح هوى ولكن للنفس هوى. طبعا. أما هوى الروح يأخذك إلى أعلى. خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، فما رد إلى أسفل سافلين إلا بهوى النفس. ولذلك هوى النفس ده تقف تستجير انت منه، يا رب اجرني من هوى نفسي، انا عايز آليات استجير بها من هوى نفسي. فيأتيك العقل يقول لك: حاضر يا سيد حسن، انا جاجيرك من نفسك اللي هي لابس فيها ايه؟ الهوى. الهوى. بعد شوية ألاقيني اعتزيت بعقلي، والهوى ده الهوى عالي بقى، لا 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 لا، ده الهوى وأصبح سايطر. عقلي أرى نفسي عاقلة والناس مجانين. الآلية نفسها. إذا الهوى استطاع أن يسيطر على العقل وأن يسيطر على وسيلة نجاتي.